يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال. النهاردة السبت والساعة 3، وده معايا حلاوة روح مع داليا حسام، وحلقة جديدة إن شاء الله تكون جميلة. طبعا أنا مش عارفة، عايزة أقول لكم كده أهمية حلقة النهاردة عشان تحسوا بيها كده وتفهموها. إحنا يعني كلنا أكيد بيجي علينا وقت بنمر بأوقات صعبة، لحظات عصيبة، مواقف في حياتنا نبقى مش عارفين نتخطاها. يعني أكيد كلنا بنمر بده أو مرينا، بنبقى في الوقت ده محتاجين حد يبقى يساندنا، حد يساعدنا إن احنا نتخطى المرحلة دي ونعدي الأزمة دي كده ونخرج منها بسلام. أحيانا تانية بتبقى عندنا يعني محتاجين أو مضطرين ناخد قرارات مهمة في حياتنا، قرارات مصيرية، أو واقفين مثلا في مفترق طرق مش عارفين نختار الطريق ده ولا الطريق ده، ويا ترى مين هيكون افضل لينا، انهي طريق هيكون افضل لينا. بنبقى محتاجين طبعا في الوقت ده حد يكون ذو خبرة، عنده علم، او حتى مر بتجربة مشابهة، عشان يقدر يدينا من خبرته او علمه ويساعدنا ان احنا نختار الشيء الافضل بالنسبة لنا. احيانا بقى تانية بنبقى مش عندنا، ما مرناش باوقات صعبة، مش عندنا مواقف يعتبر عصيبة، مش عندنا، مش مضطرين ناخد قرارات مهمة، ولكن مما لا شك فيه ان كلنا بنكون محتاجين حد يساعدنا ان احنا ننظم حياتنا اكتر، نرتب اولوياتنا وافكارنا، يعمل معانا يساعدنا ان احنا نبقى لينا خطط مستقبلية لحياتنا، نبقى عارفين المفروض الخطوة اللي جاية نعمل ايه واللي بعدها نعمل ايه، ما نبقاش عايشين كده يعني بدون تخطيط. يعني باختصار هي دي مهمة اللايف كوتش. ايه بقى مع مفهوم اللايف كوتشنج، اهميته، طريقة عمله ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا وضيفتكم النهاردة اللي منورة الاستوديو، استاذة نورين بدر. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا داليا. استاذة نورين بدر هي مدربة برمجة لغوية عصبية ولايف كوتش. عايزين بقى مبدئيا يا استاذة نورين نعرف مع السادة المشاهدين هو ايه مفهوم اللايف كوتشنج ده، وهل هو بيختلف عن الاستشارات النفسية اللي احنا كنا عارفينها وبنشوفها في الافلام الابيض واسود دي، ولا هما على الاتنين حاجة واحدة؟ جميل جدا السؤال بتاعك، وناس كتير فعلا بتتلخبط فيه بشكل كبير. ومهم قوي ان احنا نبقى فاهمين ان انا لو بواجه تحدي معين في حياتي او مشكلة معينة في حياتي اروح لمين اكتر حد يفيدني. بالظبط. فاحنا عندنا زي ما انتي بدأتي المقدمة الرائعة بتاعتك انه في ناس متخصصة انا محتاجة احيانا ان انا ألجأ لهم لو انا عندي مشاكل معينة. طيب على حسب المشكلة بروح للدكتور، صح؟ يعني لو بطني وجعتني بروح دكتور بطنة، قلبي وجعني بروح دكتور القلب، مش شايفة كويس بروح دكتور العينين. فأنا محتاجة أبقى فاهمة التخصصات المختلفة بتاعة المتخصصين المختلفين علشان أروح للشخص الصح. تمام. طيب فإحنا عندنا بالتدرج عندنا أول حاجة الطبيب النفسي، الطبيب النفسي والمعالج النفسي. لو أنا حاسة إن أنا تعبانة وحياتي واقفة تماما وما بقدرش إن أنا أقوم بواجباتي الطبيعية اللي هي مثلا براعي ولادي، بروح الشغل بتاعي، بصلة الرحم بتاعتي، بقابل اصحابي، لو انا حياتي متوقفة، ولو حياتي دي متوقفة بقى لها اكتر من اسبوعين او 3 اسابيع، والتوقف بتاع حياتي ده سواء بيجي نوبات اكتئاب او مشابه او زعل، وبتجيلي النوبة بتاعت الاكتئاب دي اكتر من يعني لفترة 4 مرات في السنة، مثلا 5 مرات في السنة، يبقى انا كده محتاجة اروح لطبيب نفسي. خصوصا طبيب لو نفسي. الفترة بتعدي، يعني لما باجي اتضايق من حاجة بقعد 2 3 اسابيع متضايقة. احنا كلنا بنتضايق في حياتنا، أكيد بنقعد يوم متضايقين، يومين متضايقين، 3 ايام مش عايزين نكلم حد، وبعد كده بنفوق وبنرجع حياتنا تاني. لو الحالة دي بتجيلي كتير وبتجيلي وبتقعد معايا اكتر من 2 3 اسابيع، يبقى انا كده محتاجة لايه؟ لطبيب نفسي. طب لو بتجيلي كتير بس ما بتقعدش كتير، يعني بتجيلي بشكل متكرر بس بتقعد زي ما حكيت متكرر تلات قد ايه؟ ايام يعني مثلا لو بتيجي مرة في شهر كده يبقى ايه؟ مش مهم، دي ده الضيق ده العادي، العادي. ده العادي. طيب الاقل من كده ان انا ممكن اروح لمعالج نفسي. معالج نفسي ان انا عندي تحديات كبيرة قوي في حياتي وانا حاسة ان انا بلوكد تماما، والموضوع مصاحب للضيق الكتير ده، ممكن اروح لمعالج نفسي.
ايه الفرق بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي؟ المعالج النفسي بيقعد يتكلم معاكي في جلسة نفسية، انما الطبيب النفسي خريج كلية الطب بيكتب لك دواء. اه تمام. اوكي، لكن المعالج النفسي ما يقدرش يكتب لك على اي بيبقى مش دواء. خريج طب، مش مش شرط خريج طب، بيبقى خريج حاجة يعني حاجات تانية، علم نفس. علم نفس، وما يقدرش يكتب لك على دواء. تمام تمام. طيب نرجع بقى. طيب انا بروح حياتي بشكل طبيعي، عندي بيت واولاد وزوج وعيله ومعايشه في حياتي بشكل طبيعي، واحيانا بتوقف واحيانا بتلخبط واحيانا ببقى بحس ان الدنيا واقفه معايا، بس انا حياتي مستمر زي معظمنا. زي معظمنا. يبقى يعني انا مفترضه في نفسي الصحه النفسيه، حياتي مش متوقفه، يبقى انا انسانه صحيحه نفسيا. طيب اعمل ايه بقى علشان التحديات اللي هي اليوميه بتاعت حياتي دي؟ ساعتها ممكن الجا للايف كوتش. خلاص. يعني لو انا مش بمر مشكلة بس بمر موقف محتاجة اخد مشورة او رأي ممكن او تكوني بتمري بمشكلة، بس المشكلة دي مش موقفة لك حياتك. اه تمام. عادي جدا، ممكن تكوني بتمري بمشاكل، ممكن تكوني بتمري بتحديات او بتتضايقي كتير، بس فتروحي عارفة اقوم للايف كوتش. بمهامي يعني. بس بتعرفي تقومي. اهم حاجة الكي بتاعنا ان الشخص ده يكون بيعرف يقوم بالمهام الحياتية بتاعته بشكل طبيعي. تمام. تمام. هروح بقى لللايف كوتش. فالفكره بقى انه في فرق كبير قوي اللي هو دايما بشوفها على السوشيال ميديا، ان الناس بيقولوا احنا عاوزين نروح للدكتور او نروح لللايف كوتش. لا، ده دي شغلانه ودي شغلانه تانية خالص. خلاص، انا اروح عايزين نوضح للناس بقى الفرق فعلا، بالظبط يعني هو الفرق ده. زي ما انا حضرتك قلت حياتي، انا حياتي متوقفه تماما، مش بقدر اقوم من السرير، تعبانه جدا فترات طويله جدا، يبقى اروح ده للطبيب مرض نفسي. النفسي. يعتبر بالظبط. والمرض النفسي ده بيبقى زي لخبطه في الكيمياء بتاعه المخ، فانا عشان كده محتاجه الجا للطبيب ان هو يعمل لي بريسكريبشن لادويه معينه تظبطني لغايه ما ارجع تاني، ارجع امارس لحياتي حياتي. الطبيعيه. خلاص. طيب لو انا بقى ما عنديش ده، يعني انا حياتي بمارس حياتي بشكل طبيعي، بس ما بمارسها مش بمارسها باستمتاع، او مش مبسوطه قوي، او عندي تحديات كتير، فساعتها انا هبقى محتاجه ان انا اروح لللايف كوتش. الفرق التاني بقى واللي الناس برضو بتتلخبط فيه، انا كتير جدا الناس بتكلمني تقول لي احنا عاوزين منك استشاره. انا اسفه، ما بديش استشارات عشان انا لايف كوتش. امال يعني انت بتعملي ايه؟ هو ده بقى السؤال. طب هو المستشار بيعمل ايه؟ المستشار النفسي بيعمل ايه؟ ممكن يديكي حلول. المستشار النفسي انت ممكن تروحي له تقولي عندي مشكله الفلانيه، فهو يقول لك الحل بتاعها الحاله الفلانيه. ايا كانت المشكله بقى، في العلاقات، في العلاقه المهم انها الزوجيه تكون مثلا جوه مع مجال الزوج، تخصصه، سواء بقى في علاقتي الزوجيه، في علاقتي مع اولادي، في مستشارين في العمل اسريين، مثلا. في العمل، على حسب. خلاص. يبقى المستشار بيعمل ايه؟ المستشار بيديني حلول. بيديكي استشاره، استشاره مدفوعه، كأنك بتاخدي نصيحة، بس نصيحة من حد متخصص. زي مثلا لما بنروح نخس وبتروحي عند حد بتاع تغذية، استشاري تغذية، بيقولك الطريقة الفلانية هتخسسك، اهي دي استشارة مدفوعة، ان تمام. انا هكده بالطريقة دي هخس بالطريقة الصح، او ممكن ما اكونش خالص بخس غلط، او صحتي تبقى بايظه. وانا بمشي اللي هو بيقول يعني. فبالظبط، فانا بمشي، هو اداني استشاره وانا دفعت ثمنها. تمام. الكوتشنج بقى مش بيفترض فيكي ان انت ما تعرفيش وانا المفروض اديكي نصيحه، ومش بيفترض فيكي ان انت بروكن او متالمه فمحتاجه هيلينج او محتاجه علاج نفسي. الكوتشنج بيفترض فيكي ان انت جواكي كل الحلول، وان انتي انسانه صحيحه نفسيا وجسديا وعقليا، وتقدري تدوري على الحل بتاع تحدياتك جواكي. فيجي بقى الرد ايه؟ طب ما نعمل الكلام ده لوحدنا يعني. طب كنتوا عملتوه يعني؟ لما كنتوا عملتوه بالظبط. ثانك يو. ما كنا عملناه. احنا بنبقى جوه المشكله، بيبقى نظرتنا ضيقه. احنا دلوقتي قاعدين في الاستوديو، انا مش قادره اشوف كل الاستوديو، انا شايفه بس الحته اللي قدامي، ممكن الحته دي تكون فيها المشكله او الجزئيه دي هي فيها مشكله، بس ممكن يكون فمخبيه هنا الحل او هنا، وراها. مخبيه الحل وراها، ممكن الحل يكون في حته انا مش شايفها. هنا اللايف كوتش بيدير معاكي جلسه، الجلسه دي بيوريلك فيها كل جوانب المشكله عن طريق الكلام اللي انت بتقوله له بطريقه معينه، عن طريق تقنيات معينه بندرسها وبنمارسها، اسمها الدعم، اسمها الاستماع، اسمها حل المشكلات، وهكذا. فهنا انت لما بتجيلي في الجلسه من الكلام اللي انت بتقوليه انا بسمعك وبدعمك، وبفترض فيكي ان انت عندك الحل، بثق فيكي.
وبتدوري على الحل بقى في السرد اللي انا قلته او بتدوري على الحل، او بدور المشكلة على اللي انا الحل في قلتها. السرد اللي انتي قلتيه وفي الكلام اللي انتي قلتيه، مش في كلامي انا، وانا مش بتدخل في الجلسة دي. طب والموضوع ده بيتعمل ازاي؟ عن طريق مهارات كتيرة جدا بنتمرن عليها في وقت طويل جدا. يعني بعمل الكورس مثلا بتاعي 18 يوم علشان اطلع شخص اقول عليه ان هو لايف كوتش. 18 يوم بنقعد نشتغل مع بعض على عدد ساعات معينة، بيكون فيها منتورينج، بيكون فيها إرشاد، بيكون فيها توجيه، بيكون فيها اجتماعات، بيكون فيها لايف سيشنز قدامي علشان نشتغل على الفكرة دي. طيب يعني هو اي حد ممكن يكون لايف كوتش، ولا هي في مؤهلات معينة او مقومات في الشخص عشان يعني يختار ان هو يكون لايف كوتش او ياخد القرار ده؟ اقول لك الفكره في ايه في الكوتشنج، ان انت مش شرط، اول حاجه انت مش شرط تيجي تاخدي معايا الكورس بتاع الكوتشنج عشان انت عايزه تبقي لايف كوتش. الكورس فيه موديل او فيه نموذج لمهارات التواصل الانساني احنا بنستخدمها جوه الجلسه، عشان مهارات التواصل دي ما حدش علمها لنا. إيه، ان انا اعرف شخصيتك وبيزد اون شخصيتك او اعتبارا من شخصيتك، إيه، اعرف اتعامل معاكي بالمفاتيح اللي انت تحبيها. فده نموذج للتواصل الإنساني بشكل عام. وأقول لك إيه الحاجات اللي ممنوعة في العلاقات، هي ممنوعة في الجلسة بس أنتي كمان لو طبقتيها ومنعتيها في العلاقات هتفيدك جدا. زي ايه؟ طبعا قولي لنا حاجة زي ما إيه؟ أقول لك إيه، إنه من ضمن الحاجات اللي هي بنشتغل عليها كتير جدا في الكورس، إيه، النصيحة. أنتي أنا لو جيت قلت لك يا داليا أنا عندي المشكلة الفلانية، هتقولي بصي انا بقى كنت تعملي زيك كذا وكذا. بالظبط، تروحي بقى تاخدي جنزبيل على قرنفل تشربيهم كل يوم ومشكلتك ايوه هتخلص، فعلا صح؟ كلنا بنعمل دي كده. كلنا بنعمل كده. النصيحة دي اول مهارة، ان احنا ما ننصحش، دي اول حاجة بنتعلمها في الكوتشنج، لان انا مش شغلتي ومش بتاعتي، وانا ما اعرفش انتي حياتك فيها ايه، وما عنديش الصورة الكاملة بتاعة حياتك. مهما انتي قعدتي حكيتي لي، ممكن الجلسة بتقعد ساعة، في الساعة دي انت مش تنفع تحكي لي كل شريط حياتك وذكرياتك. بالظبط. وبعدين انا كمان بقول نصيحتي بناء على تجربتي انا، على بالظبط، شخصيتي ومفاهيمي ومعتقداتي انا، مش وتربيتك شرط تكون وكل مطابقة حاجة، للي قدامي. مش شرط تكون ان هي مناسبة واعتقد ان احنا مشاكل كتير عندنا في المجتمع، مشاكل العلاقات ومشاكل التربية، هي اصلا بيزد اون النصح، ان احنا بننصح بعض، وبعدين احنا كلنا حياتنا فاشله زي بعض صح. احنا كلنا اخدنا نفس الكتالوج بتاع ايه، انا بس يمكن يشتغل معاها يمكن ده يشتغل، هو ما مريتهاش كده اشتغلش معانا وهيشتغل. كلنا بس احتمال يشتغل. فاحنا مثلا من اول الحاجات عايزه اقول لك ان النصح، احنا كتير جدا لما بنبقى بنتكلم مع بعض، خصوصا السيدات، السيدات لما يتكلموا مع بعض بيكونوا مش عاوزين ان هم حد ينصحهم. انتي بتبقى صاحبتك بتتكلم معاكي عشان عايزه تفضفض معاكي، او هي عايزه ترتب افكارها. وكتير جدا في الكوتشنج انا ساعات ما بتكلمش غير بسيط جدا، والاقي الكلاينت بتاعتي بتقول لي ايه ده، هي المشكله اتحلت اهي، هو هي انا زي ما لوحدها. كنتش شايفه الحته دي خلاص، عشان انا عملت ايه، سمعتي. عشان ما نصحتهاش. فلما ما نصحتهاش اديتها فرصه هي نفسها انها تكتشف الحل اللي جواها، اللي هي ما كانتش شايفاه بسبب توتر او ضغط المشكله نفسها او التحدي اللي عندها. فالنصح من الحاجات اللي احنا، النصح بقى وايه واللي شبهه، في ناس لما تقعدي معاهم كده يدوكي محاضرات طويله بقى، دي مثلا من الحاجات اللي بتبوظ العلاقات. فانتي لو في فلانه في حياتك اللي كل ما تيجي تقولي لها على حاجه معينه وتقعد تديكي محاضرات تقول لك طويله، يجب وما يجبش، يا صح وما يصحش. بالظبط، وانتي ازاي تعملي كده، ما هو انتي اصلا كنت غلطانه، تبدا تحكم عليكي او تبدا تقولك على اتهامات معينه انتي عملتيها، ساعتها انتي مش بتبقي حابه النموذج ده من التواصل، صح ولا لا؟ فمن الحاجات اللي احنا بناخدها انه الكلام ده مش صح. اتسمعك. اوكي، من ضمن الحاجات كمان اللي بنقول ان هي ما تنفعش ابدا، فكره ان انا احكم عليكي. اوكي، احكم عليكي يعني ايه؟ احكم عليكي يعني اقول لك انت في الموقف ده ما كنتش المفروض تعملي كده، انت كنت في الموقف ده بتكذبي، او انت كذابه، او انت انه ده ما كانش اصح حاجه، ان انا اصدر عليكي احكام، او ان انا اشوف موقف معين واقول دي فلانه كذا وكذا وكذا عشان هي عملت التصرف ده. ويمكن دي من الحاجات المنتشره جدا ما بيننا في العلاقات، ده حقيقي. فالحاجات دي كلنا بنقعد بالذات اللي نتمرن. بيقوم بالدور ده غالبا بتبقى الحما، اخت الزوج، صديقه معينه كده، لو احنا لينا واخده مجتمع هي شكل واحده الام اللي متصدره
بتحل الناس كلها مشاكلها وطبعا بنفس الطريقه الغلط دي. بالظبط. ففي ناس كتير فاهمين ان هم عشان عندهم ملكه النصايح دي او ان هم يتكلموا ويحلوا المشاكل ان هم ينفعوا يشتغلوا كوتشز. فلو حد يعني لو انت كده فلا انت مش هينفع تشتغلي لايف كوتش، بس هتقدري تشتغلي لايف كوتش لما تيجي الكورس تيجي تبداي تشتغلي على ان ده نبطله. فكره لما نبطله بشكل عام في حياتنا، مش شرط نموذج ده جوه الجلسه، بنلاقي ان حياتنا وعلاقاتنا اتحسنت، وان الناس اللي حوالينا حابين يتكلموا معانا ويسمعونا، خصوصا لو ولادنا، خصوصا لو في سن المراهقه، خصوصا مع الزوج. تيجي تقول لي ايه، انا جوزي ما بيطقش يتكلم معايا، وبعدين انا قلت له ان اللي هو عمله ده غلط وان هو ما كانش المفروض يعمل كذا. طب ما هو اهو بداتي تنصحي بداتي تصدري احكام على التصرفات. حد فينا بيحب ده. عارفه يا استاذه نورين، حاسه ان صعب قوي الواحد يعمل كنترول لو هو اللي قدامه بيحكي له حاجه هو عنده راي، هو الراي ده في الاخر هو نصيحه، بس زي ما قلوش انا ليا راي عايزه اقوله. ما هو الفكره في ايه، انه انت لما بتبقي عايزه تقدمي لي يا داليا الدعم، فمشاعرك والدعم بتاعك المفروض يكون تجاهي انا مش تجاهك انت. انا لما بديكي النصيحه انا ببقى مبسوطه بنفسي، وهي دي هنا الكي بوينت، ان انا مش عايزه اتبسط بنفسي، مش عايزه اتبسط برايي، انا عاوزاكي انت تكوني مبسوطه، وان انت تحسي بثقتك في نفسك، وان انت تحسي ان رايك اللي جواكي ده هو مقدر، مش ان انا اشطر منك واكبر منك وعندي خبرات حياتيه اكتر منك فديتك الخبره بتاعتي علشان انت حرام ما عندكيش. يعني حتى لو انا حاسه ان انا عندي في الموقف ده خبره معينه اكتر من اللي قدامي، انا مجرد ان انا اسمعه اكتر هي دي افضل حاجه اقدمها له. بالظبط. طيب ايه الحاجه الثانيه كمان اللي ممكن يعني برضه يعني انا عندي كلاينتس يقعدوا كده صعبه قوي، يعني بيقعدوا يقولوا زي كده صعبه قوي صعبه قوي، في الاخر يعني اقف كده لحظه مع نفسك، او في لحظه مع نفسك، هو الديسكشن ده انت عاوزه تقدمي لها فيه الدعم ولا انت عاوزه تتبسطي بنفسك؟ ما بنفكرش، لا ما بنفكرش في كده، احنا بنفكر لان احنا عاوزين كده. امتى تدي نصيحه؟ لو حد طلب نصيحتك. يعني انت، انا عارفه يا داليا ان انت شاطره قوي في ان انت دخلتي مجال الاذاعه، ممكن تديني تقولي لي ايه الحاجه اللي انت عملتيها عشان اعمل زيك؟ فانت كده اللي طلبتي، انا هنا بالتالي طلبت، بالتالي انا هقول لك خطوات تعمليها. بالظبط. وقلتها لي عن خبره، مش يعني قلت انت فعلا عملتي حاجات كتير علشان توصلي للبوزيشن اللي انت فيه، فانا اقول لك لو سمحتي اديني خطواتك، قولي لي انا كمان ممكن اعمل ده ازاي. فهنا النصيحه مفيده. النصيحة مفيدة عشان انا طلبتها. تمام. بس انا جوه الجلسة حتى لو الكلاينت بتاعي قالت لي، الكلاينت بتاعتي قالت لي لو سمحتي انصحيني انت رايك ايه، ما بقولهاش، بقول لها انت شايفة الصح، انت رايك عن حياتك ايه. هي بتستغرب طبعا. ما بتستغربش على فكرة، بيبقى عندها كلام تقوله، بس احنا يمكن ما تعودناش ان راينا يبقى مسموع، او ان احنا راينا ده له تقل او له اهميه. صح. دي حاجه ما تعودناهاش، اتعودنا ان احنا لما نتكلم الناس الثانيه تنصحنا او تحكم علينا. وانا اوريدي وانا بتكلم ببقى عندي الاستعداد ان انا اسمع الحل، يعني بعيدا تماما ان انا زي ما حضرتك قلت التكنيك ده، ان الحل عندي انا، احنا مش متعودين على كده. مش متعودين على كده، عشان كده الكوتشنج هي يعني المهاره. اول حاجه ان انا ككوتش محتاجه وانا قاعده معاكي، وده اللي انا بعلمه في الكورسات بتاعتي، ان انا واثقه فيك، واثقه فيكي، واثقه ان انت تقدري تعدي ده، قولي لي هتعدي ازاي. تبدا تقول الافكار دي بنبدا بموديل معين، نفصلها بشكل معين، باسئله معينه بنتمرن عليها، الاسئله دي بتخليها هي تقول ايه المناسب ليها وايه اللي ينفع يتعمل. وبعد الجلسات دي هم بقى بتعمل لهم مهمات او تاسكات تعملها في البيت؟ طبعا بعد كده جلسات او تاسكات، حاجات بتتعمل احيانا، وحاجات ولما بيرجعوا بيقولوا هدي الكلام ده، يعني بنتمرن عليه بشكل قوي جدا، يعني بشكل منظم جدا في الجلسات بتاعتنا. فاللايف كوتشنج هو عموما لو حد حابب يدرسه، هيك بتنصحي ان هو اي حد ممكن يدرسه حتى لو مش عايز يشتغل في المجال ده؟ مش هو هينفع نفسه، ولو حابب ينفع غيره هيقدر يعمل ده حقيقي. تمام. طيب فاصل صغير جدا جدا، نطلع فاصل ونرجع على طول، ما تروحوش في اي حته.
رجعنا لكم تاني مع أستاذة نورين بدر، مدربة البرمجة اللغوية العصبية واللايف كوتش. طبعا احنا شفنا مع بعض ريفيوهات عن متدربين تدربوا معاها في الكورس، وواضح ان هو الموضوع مهم وكبير ومؤثر. يعني هو للدرجات دي بقى، انا عايزة افهم اكتر يعني التأثير الكبير على اللي هيدرس لايف كوتشنج هيأثر قد ايه على حياته. يعني طيب هي اقول لك ان اللايف كوتشنج ده بالعربي يعني اسمه التدريب الشخصي. التدريب الشخصي ده نازل من او تحت امبريلا كبيره اسمها الان ال بي او البرمجه اللغويه العصبيه. البرمجه اللغويه العصبيه دي هو علم اسمه علم التميز الانساني. يعني ايه؟ يعني انا عاوزه اكون متميزه في حياتي. التميز ده يا داليا ملوش اخر. يعني انا دلوقتي بقيت مدربه شاطره، ممكن بكره افكر ان انا ازاي اكون مدربه اشطر، ممكن بكره افكر ان انا ادخل مجال فكرة جديد وابقى التطوير اشطر، عموما وان انا افضل اطور من نفسي. والتطوير في الاخر ملوش سقف. وبنشوف مثلا العدائين في الماراثون كل مره كل سنه يجوا يقولوا ايه، خلاص ده هو ده الرقم القياسي اللي ما فيش انسان يقدر يعديه. فتلاقي السنه اللي بعديها العداء يوصل يجي السنة لتميز اللي اكتر بعدها يكون أفضل، افضل. يحقق ريكورد أعلى. فهي العلم نفسه بتاع الـ NLP او بتاع البرمجه اللغويه العصبيه قائم على فكره ان انت تفضلي تتحسني، تحسني من حياتك الى ما لا نهايه. الموضوع ده ملوش اخر. جميل قوي. احنا طبعا يعني عايزين بقى حلقة تانية ان شاء الله. للبرمجة اللغوية العصبية عشان الناس تفهم اكتر. وعموما اللي احنا خدناه اخر جملة من استاذة نورين، ان احنا طول الوقت نحاول نطور من نفسنا، مش هنقف عند حد معين. من هنا بقى لغاية الحلقة اللي جاية فكروا كده انتوا هتطوروا نفسكم في ايه. ونرجع نقول تاني بقى، بلاش نصايح، انا هنصحكم النصيحة دي واخر نصيحة، ما ننصحش حد لما نكون بنتواصل معاه، نسيبه يتكلم وهو هيلاقي الحل عنده. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، تكونوا احلى واحسن. باي باي.